Azulfellaouen, bonsoir tout le monde, j'espère que le moral est au plafond. Encore une fois, une vidéo avec votre ami et votre frère, Ergazi Maziran. وراني حنسي نعطيكم بعض النصائح يعني به هذا المسيرات يصراو في احسن كما نقولوا الظروف الممكنه. انا نشوف تصاور في التلفازات الوطنيه وحتى في التلفازات العالميه كما لي شان فرونسيز لي شان انجليز وحتى الصحف الاوروبيه يهضروا على المسيرات المباركه ويقول لك باللي سلميه، وهذه المظاهرات يعني ثورة شعبية، ثورة فكرية أثبت فيها الشعب عن حضاريته، حتى ولو أن يعني مازال ما لحقناش الحضارية المطلوبة والمنشودة، بصح معليش خطوة أولى نحو التقدم الصحيح. يعني شفنا بزاف ناس في المظاهرات يعيطوا الله أكبر دولة إسلامية، وكاين ناس يجيبوا علامة تاع فلسطين، كاين حتى بزاف ناس يقول لك ما تجيبش علامة تاع الأمازيغ، حتى ولو العلم الأمازيغ هو علام يعني رسمي للهوية الشمال إفريقية، ويعني علام يعني ليجيتيم. بالعكس، لا كاين علام كيما نقولوا عنده الحق باه يكون في المسيرات هو العلم الأمازيغي، من بعد العلم الجزائري الذي كيما نقولوا كاين بزاف ناس ما يعرفوش حقيقة لماذا يرمز هذا العالم، ولكن ما عليهش كيما نقولوا شافوا جدادهم تقبلوه وهما ثاني تقبلوه في دورهم. ولكن في المستقبل بالك تتغير الأوضاع، بالك يعني كي الناس توعى بالك قادرين يعني نديروا عالم يمثلنا أكثر ويمثل الهوية تاعنا أكثر. ولكن في هذه الساعة المشكل تاعنا موش في العالم، موش في النشيد الوطني، المشكل تاعنا في الحكومة الأفلانية، لازم نحوها، لازم نرومبلاسيوها. ويعني هما ذهب بقاو في هذه السنين الطويلة في الحكم، بقاو عن طريق العنف. كاين بزاف ناس أنا شفتهم في الفيسبوك، أصدقاء تاعي في الفيسبوك قالوا لي بلي كي رفعوا شعارات على سبيل المثال زعما الجزائر دولة ديمقراطية ودولة علمانية، كاين بزاف ناس قالوا لهم نحيوا هذاك الشعارات وهذه الشعارات ما يمثلوناش. وكاين بزاف ناس سبوهم في الفيسبوك، قال لك بلي مجموعة تاع ليواط وشاذين جنسيين يناديو بالعلمانية، مع العلم أن العلمانية هي التي تضمن المساواة والعدل في البلدان كما فرنسا لهذا الناس اللي يقول لك دولة إسلامية يهربوا ليها بيروحوا يعيشوا الحرية تاعهم الفردية ويحسوا روحهم أفراد، يحسوا روحهم يعني إنسان حقيقة، إنسان وبشر حقيقة، يروحوا لهذه البلدان. يتسمى انا نشوف بلي هذا تناقض يعني. ونورمالمون الانسان يهدر الهضره اللي كيما نقولوا اللي يتحمل المسؤوليه تاعها، يهدرش هضره اللي ما يجيبش يتحمل المسؤوليه تاعها. ولازم يعني نعطي بعض الارشادات لهذا المسيره. ومنها انه ثاني شفنا بعض السياسيين اللي سمي روحهم معارضه حضروا في هذه المسيرات، كاين بزاف ناس حوزوهم. وانا نعطي نصيحه انك كي تشوف واحد سياسي ولا واقف قدامك تاع المعارضه ولا اي سياسي كسوسوا مقري ولا اي سياسي يكون، ما تقولوش روح ولا تحوزو، بعد عليه برك، خليه يحس روحه وحده، خليه يحس روحه بلي ما كان حتى دعم معاه. تشوفوا كاش واحد من السياسيين هذو ما في وسطكم بعدوا عليهم، ما تخليهمش يقربوا لكم، هذا مكان ما تعيطوا عليهم ما تحاوزوهم ما والو. وحتى الناس اللي يجي يقول لك اهبط الشعار تاعك ولا ما تهبطش الشعار تاعك، كاين بزاف مناصرين تاع اتحاد الحراج تاني رماكيتهم بلي يجو في رحبه ويبداو يعيطوا دوله اسلاميه، هما مساكن ماهمش عارفين اش معنى دوله اسلاميه، واقيلا جامي يقراو تاريخ تاع الدولة الإسلامية واش صرا في الدولة الإسلامية. عرف بلي لو كان غدوة ما غدوة تجي نولو دولة إسلامية، الحاجة الأولى لازم يكون سوق العبيد في الجزائر، تسمى حنا نولو نبيعو ونشرو في العبيد، نولو نجيبو الناس من إخواننا في القارة السمراء، نولو نجيبو ناس كحالاش نبيعو يتباعو في الجزائر.
نولو نجيبوا الجواري. وثاني حاجة واحدة أخرى، الدولة الإسلامية يعني لي كونديسيون تاعها الاولين هو الغزو، وانت ما عندكش سلاح باش دير الغزو، انت راك تجيب السلاح من روسيا. وكاين هذاك زيط وطن اللي قال لك حرقوا العلامات تاع الصين وروسيا وفرنسا. أولتها فرنسا تجمعنا مع المجتمع والشعب الفرنسي صداقة وأخوة قديمة. احنا ما نتفاهموش مع الحكومات في العالم كامل، حتى الحكومة تاع فلسطين اللي راهي دوكا تحكم فلسطين ما نتفاهموش معاها، مع كاع الدول اللي في العالم ما نتفاهموش مع الحكومات. بصح احنا إخوة تاع الشعوب، احنا ما نعاديوش الشعوب وما نحرقوش العلامات. وكيما انت ما تحبش الناس يحرقوا العلام تاعك، ما تحرقش العلام تاع الناس. احترم يعني لي سين تاع البلاد اللي كيما نقولوا تاع الشعب، احترم الاعلام تاع الشعوب، احترم كاع يعني لي درابو دي موند احترمهم. يعني الصين احنا عندنا يعني من بكري يجوا يخدموا عندنا، كانوا بكري حاكمين سبيطارات، حاكمين جميع كاع الميادين. ودوكا هما اللي راهم يخدموا الطريق شمال جنوب، الطريق هذيك اللي تاع الشفا اللي في المدينه هذيك، جايه في السما جايه في الجبل، في راس الجبل، هذيك هما راهم يخدموا فيها. خدموا ثاني بزاف 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 حوايج هنايا، مساهمين واقيلا ثاني في المترو، ثاني هما اللي خدموه لا مانيش غلط. كاين بزاف صوالح يعاونونا فيهم الصين، والصين تعد من كيما نقولوا الحليف الاكبر تاع الجزائر. وروسيا ثاني تجمعنا معاها تاريخ قديم، يعني كي كنا احنا بكري اشتراكيين هي اللي ساعدتنا، هي اللي عطاتنا سلاح، هي دوكا اللي تمدنا سلاح ودعمنا سياسيا. والجزائر لا وجود لها بدون الروس، بدون روسيا، يعني هذه واقع. احنا ما عدناش كيما نقولوا زعما مكانه باه نكونوا قياده، نبني قيادة العظمى في العالم، حنايا نتبعوا الروس. لو كان تخطينا الروس نضيعوا حنايا. وفرنسا ثاني الشعب الفرنسي تجمعنا معه أخوة وصداقة قديمة، من جميع ناحيها، لا زيطوط لا قمازي لا الإرهابي تاع دهينا لا والو. ودهينا فمو يقول لك باللي الناس اللي ماتت في التسعينات، الصحفيين اللي ماتوا في التسعينات يستهلوا باسكو ما تبعوش الموفمون تاعنا. تما هو بالنسبة ليه الناس اللي ما تبعوش تسهل الموت، وهذا إنسان مختل عقليا. وحتى لو فات اللي تبعوا انت ثاني مختل عقليا كما هو، قال لك باللي الناس الصحفيين اللي كتبوا كيما سعيد مقبل، كيما اسماعيل يفصح، اللي ماتوا في التسعينات شهداء، شهداء الابرار تاع الجزائر، هذوك هما شهداء، يعني شهداء تاع حرب التحرير. وزيد هذوك اللي مات شاد القلم ولا في الخدمه تاعو في التسعينات، ولا مات اوطون كو بوليسي، ولا مات اوطون كو ميليتير، يتعد شهيد، يعني شهيد. ونورمالمون نديرو لهم كيما نقولوا حائط تذكاري، ميموريوم، نديرو لهم في كل الولايات، وين يعني نتذكرهم وضحايا الارهاب ثاني، كيما البنات اللي قتلوهم في بلاد القبائل وفي جميع التراب الوطني، على جال ما حبوش يديروا الحجاب، ولا على جال يعني يخدموا، ولا على جال يقراوا، ولا على جال يخرجوا. هذوك ثاني شهيدات يعني، ونترحموا على الشهداء. وحنايا لاج دو كار مازال ما تفناهاش، يعني مازال هذاك لو سونتيمون تاع الشغل تاع تحشت لنا، باسكو الوئام الوطني هو في الحقيقة ماشي وئام، ماشي حاجة إيجابية، كيشغل حشوة. علاه؟ باسكو كيما نقولوا نورمالمون واحد اللي يقتل الارواح هو ما يتحاسب، ماشي يهبط وما تعفي عليه نورمالمون. بصح المهم هذه اخطاء، خطأ من اخطاء الحكومات، حكومة يديروا اخطاء. كاين حكومة فاضحة وكاين لا تختبر، وكاين اخطاء يعني هذه نورمالمون خطأ يعني كبير. ولكن ثاني في هذاك الوقت كانت الحكومة عليها ضغوطات يعني. وشنو احنا ما نهضروش على واش جاز، نهضروا على 2019. 2019 انا نحب نطيحوا الحكومه تاع الاثيريان، نحب نبدلوا كلش، نديروا مرحله انتقاليه ولا نسقط النظام. وعلاه؟ باسكو النظام هو كيما نقولوا النظام ليس اشخاص، النظام هو هيكل الدوله،
لا طيحت الهيكل تاع الدولة، الدولة تاعك طيح. لازم نحافظوا على النظام، بصح نحيو المنظومة الحكومية اللي هي حاكمة، المنظومة العقلية والأشخاص لازم يروحوا، لازم نبدلوا قاعدي. وشت أنا يا البارح كونفيرونس تاع كريم طابو في تيزي وزو، وكان يهدر من بعد النار رفد العلم وقال لك هذا هو العلم تاعي وما نصارعش بالعلم تاع الماك. وكان ناس تاني تعرضوا لاعتداءات في تيزي وزو في بجاية على اللي خرجوا علامة تاع الماك. يتسمى احنا نحاربوا في الاستبداد، وحنا بيدنا نمارسوا في الاستبداد، ما نمارسوش الاستبداد. هذاك الانسان اللي رفض علامة تاع الماك هذاك خوك، ماغري ما تتفاهموش في الفكرة، ولكن خوك يبقى خوك وعمره ما يجي ضدك. يعني كيما البوليسي كيما الجدارمي كيما الميليتير، هذاك خوك وعمره ما يجي ضدك، ويساندك مهما كان الحال. ويعني كاين بزاف ناس في الدول المجاورة يحسدونا كيما المغاربة، كاين بزاف خاوتي في يعني في الوطن، المغاربة هما خاوتي في الوطن، وتونس هما خاوتي في الوطن، ليبيا هما خاوتي في الوطن. نتأسف واش راه يصرى في ليبيا، ونتمنى ولا انتقلنا إلى الجمهورية ثانية، الحكومة اللي تحكم الناس اللي يحكموا الحكم في هذاك الوقت يدوروا القضية الليبية، ونسيو كيف نعاونوا الليبيين ثاني. باسكو حنايا رانا عرق واحد أمازيغ، رانا ناس يعني ناس متحضرين، عندنا حضارة لا تقل عن 6000 سنة. ومالغري كاين ناس يقول لك بلي حنا عرب، معليش انت عربي كون عربي، ولكن انت امازيغي بالارض وبالانتماء تاعك. ماغري بالك عندك اصول عربية، وهذا شيء اشك فيه يعني بزاف، باسكو العلم اثبت انه العنصر العربي الاكثر تواجدا هو في تونس. تونس عندها 4% من العرب في السكان كومبلي، تسمى احنا نورمالمون قل من 4%، ولكن معليش انت اخي في الوطن تحب تعتبر روحك عربي، دب راسك وشنو، احترم القانون، احترمني، احترم الهوية تاعي، احترم واش نمثل، وما تسبنيش وما ترغمنيش نتبنى الافكار تاعك كما انا ما نرغمكش تتبنى الافكار تاعي. احنا اخوة في الانسانية قبل ان نكون اخوة في الامازيغية ولا في الافريقية، لاننا اخوة في الافريقية، احنا جايين من الافريق. كاين ناس يقول لك راك في لافريك، وي راني في لافريك، نحن افارقه ونعتز على احنا افارقه يعني. و نو سون فيير داتر افريكان داتر دي امازيغ، جو سوي فيير داتر امازيغ دابارتينير ا سي بيي دابارتينير ا سيت كولتور، جو سوي تري فيير اي جو كونت مينتينير ما مون ايدونتيتي اي جابرون ما لونغ كي اي لو تامازيغ اي جو غارد un amour profond pour Temesgha, pour le Nord-Afrique. Moi, je consens pas pour le drapeau algérien, parce que pour moi, le drapeau algérien ne représente pas ma vraie identité. Mais ça fait rien, il y a des gens qui l'ont adopté. Et peut-être dans le futur, quand tous les Algériens ont conscience de ce que ce drapeau représente, peut-être nous le remplacerons avec un autre drapeau qui nous représente vraiment, qui reflète notre vraie identité, notre vraie idéologie, ce que nous voulons transmettre au monde. Et nous sommes très fiers de ce que nous représentons. Nous sommes des gens libres, des gens qui aspirent pour la liberté, qui veulent pas durer avec des systèmes qui datent depuis les années 60, les années 70, qui sont périmés, qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple, qui ne vont pas dans l'intérêt du pays, qui ne vont pas dans l'intérêt aussi du continent. Nous sommes des Amazirs panafricanistes et nous voulons le droit à la vie libre à tous les peuples du monde, et nous voulons que notre Algérie ou notre Temesgha, notre Afrique du Nord soit prospère et qu'il soit civilisé comme les autres pays.
comme les pays européens ou comme l'Amérique, les États-Unis, comme l'Australie, comme nous voulons être عضو فعال في هذا العالم، دولة قوية كما نو لو فالون بيان. Nous sommes une nation très forte par le spirituel. Nous avons un spirituel très fort. Nous avons résisté contre toutes sortes de colonialisme, le colonialisme français, le colonialisme ottoman, le colonialisme arabe, le colonialisme byzantin. Nous avons résisté contre toutes les espèces du monde. Et nous continuons d'être là, d'exister. Et nous allons faire en sorte que, que les générations à venir soient très fières de ce qu'ils représentent. Nous ne sommes pas comme on dit la révolution khubziya ou la lajal khubz ou la parce que nous ne mangeons pas. Il n'y a pas d'un homme qui meurt dans le pays, il n'y a pas d'un homme qui meurt hors du pays. من البرد ولا هذه مستحيل، ما قال احنا ما عندنا يعني الدولة مش موفرة إمكانيات، ولكن الشعب عنده يعني وعي اللي ما ينجمش يخلي واحد يموت برا بالبرد ولا هذه مستحيل في الجزائر. المغرب بلا كاين ناس كيما نقولوا سي دي كاغاغ يموتوا في برا، يموتوا يعني، ولكن دي كاغاغ في مجمل الأحيان الناس يعني يتهلاو في بعضهم في الجزائر. ماغري بالك كتروح المؤسسة ولا بالك تلقى ناس يديروا لك لي باتون دون لي رو بالك، بصح المجتمع متلاحم في مع بعضه البعض يعني في الأزمات تحس بها هذه الحاجة هذه. وحنايا يعني نو كونتون سور لا سوليداريتي دو بوبل الجيريان افيك لوي ميم، يعني تضامن مع تاع الشعب الجزائري مع بعضه البعض يعني. وبهذا التلاؤم والقوة نديروا قوة، يعني احنا ديجا رانا قوة. والسيد فتحي غراس لبى طلب وتقدم وقال لك باللي انا راني حاب ان نمثل هذا الثورة الفكرية. هو قال حراك، صح انا نسميها ثورة الفكرية ماشي حراك، ثورة فكرية عارمة جدا حاب يمثلها. و جو بونس كو سي لوم ابروبريي بوغ ريبريزونتي نوتر ريفوليسيون كولتوريل. الثورة الفكرية هذه الثقافية والفكرية والسياسية وقاع، يعني هذه الثورة تشمل قاع الجوانب. نو سوم تخي فيير دو فتحي غرداس اي نو سوم تخي فيير دو نوتر الجيري. كونتينوي كوم سا كوم جو فو سي دي. كون فو فوايي ان بوليتيسيان كي سوا ديزون كيما نقولو معارض بارتيسيبي او مانيفستاسيون، ne le chassez pas, laissez-le, mais éloignez-vous de lui, ne restez pas près de lui. Faites-lui sentir qu'il n'est pas le bienvenu. Faites-leur sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus. Soyez solidaires avec vous-même. Soyez cultivés. Ne cédez pas à la tentation de la violence, parce que la violence ne mène que la violence. Comme dit Jésus, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Moi, je crois à à ces paroles. J'espère que vous irez bien. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour les manifestations. Prenez soin de vous. Je vous verrai bientôt. Et tout fait. Bye bye.